يا عثمان قديس لسه متماسك بعد ما مات بعشرات السنين، حاجة غريبة كان لازم نقف قدامها. علشان كده رحنا مع الأنبا ياسطس رئيس الدير نشوف عثمان القديس يساب الأبح ونعرف إيه حكايته. ده جسد القديس الأنبا يوساب الأباح، وهو اتولد سنة 1735 ميلادية 1735 ميلادية من بل في بلد اسمها النخيلة في تبع أسيوط، وكان اسمه يوسف، وأحب حياة الرهبنة والعشرة مع ربنا، فجت رهب هنا في الدير باسم الراهب يوسف الأنطوني، والشهر بحياة النسك بتاعته وحياة الزهد بتاعته، وبجانب كده بقى يقعد فترات كبيرة جدا في مكتبة الدير وتثقف، وبقى إنسان عارف بالعلوم الطقسية واللاهوتية والروحية، فسمع به البابا يؤنس وأخذ وعمله تلميذه، وبعد كده رسمه أسقف على مدينة جرجة وأخميم، وهناك الحقيقة ابتدى يعلم الناس كتير، لان كان في بعض تعاليم دخلت جديده جدا في الصعيد، والطوائف ابتدت تدخل في الصعيد، فكان بيداوم على تعليم الناس، فهو نتيجه ضعف جسمه وما كانش فيه ميكروفونات زي ما احنا شايفين كده، ونتيجه ان ما فيش ميكروفونات، فكان بيقعد يوعظ كتير، فكان يجي في نهايه كل عظه وصوته يتحاش او يتبح، ومن هنا جت اسم يساب الأبح. يساب الأبح أخذ دي شهرة صوته راح، لأن صوته بيروح في كل عظة أو في آخر كل عظة، فنتيجة العظات بتاعته. هل دي رسمته؟ دي صورة له، دي هو ده اللبس بتاعه الحقيقة، احنا مناش عندنا صورة، لكن رسمنا له بس الوش، ده الوش رسم، ده تخيل يعني، لكن لا من ظهوراته بيظهر كتير، لكن ده اللبس بتاعه، ده الصليب بتاعه. الصليب بتاعه فعلا، حتى احنا كاتبينها هنا في الصورة، ان الصورة دي مأخوذة من ظهوراته المتعددة، ظهوراته المتعددة، مرتديا حلته الكهنوتية وممسكا بصليبه الخاص. لما قربت حياته تنتهي على الارض، طلب من البابا انه يجي، وكان بيحب الدير جدا، وانتقل من الدير سنة 1826. توفى. يا عاش كم سنة بعد كده؟ عاش كتير، عاش من 91 سنة. 91 سنة. وتوفى هنا في الدير، واتدفن في مقبرة الدير. مقبرة الدير بنسميها طافوس، وطافوس دي كلمة يونانية تعني مقبرة، في داخل جنينة الدير. فبمرور الأيام لاحظوا إن جسده سليم وزي ما هو، والكنيسة قبل ما تطلع الجسد بتاعه كانت تعترف بقداسته، فالأباء طلعوا الجسد بتاعه، ومازال بيحصل منه حاجات كتيرة جدا. وتلاحظ حضرتك حاجة، تلاحظ ان الركبة بتاعته حتى مرفوعة. أيوة. المفروض اما الواحد بيتنيح او بينتقل جسمه بيبتدي الأعصاب بتنحل وبيتساوى بالأرض وبيشد، وبعدين بيبتدي عملية التحلل. لكن ده رجله مرفوعة زي ما هي. طب ايه العلبه دي فيها ايه؟ احنا هنا عندنا الحقيقه حاطين هنا، علشان ده مقصوره من الزجاج، ده جزء صغير، لو حضرتك تبص هنا جزء صغير من خشبه الصليب. مظبوط، من خشبه الصليب، وبعض عظام قديسين، صح، بطرس وبولس وماري مرقس. الرسمه اللي جوه الحتت العظام اللي هي في الجناب دي، والاسماء موجوده تحتيهم. ودي ويا دوبك حاجة صغيرة، ودي من القدس من زمان، ومتشمعة بالشمع الأحمر، ما حدش بيفتحها خالص خالص، عشان كده احنا عملنا لها العلبة دي. دي كان مطرنة القدس كلهم من دير أم أنطونيوس، وعلى فكرة يعني دير أم أنطونيوس يعتبر تاني دير في الكرازة مخرج أباء بطرقة. تاني دير. كان هنا الرهبنة منتشرة جدا جدا، وكان باستمرار مطران القدس بيبقى هنا. هنا دي علبة احنا جايبين بعض اجساد او عظام قديسين، فحطينهم هنا معانا، لهم مذابح. جسد القديس ماري جرجس، واخدين منه جزء، جزء يدوبك حتة من العظام، ماري جرجس، والقديس ابانوب، والقديسة رفقة،
وفي القديس الامير تدرس برضو، والقديس ابو سيفين بنطلعها في اعيادهم. انت بتشيله وترجعه تاني؟ نايم. بشيله ونزفه ونحطه بس مغطيين وشه، لان بيجي لنا اطفال بيجي لنا بتاع، ما يبقاش المنظر صعب عليهم. انما هو مش متحنط. لا مش متحنط، في لحم. ايوه حضرتك هتحط ايدك على صدره دلوقتي. ممكن نفتح العلبة دي ولا دي مش العلبة دي محطوطة كده؟ محطوطة فيها حاجات. دي هنا ماري جرجس. ايوه في العزم في ده ماري جرجس. هنا ماري جرجس. وفي القديس ابانوب والقديس رفقة والامير كادروس. وماري مينا. والقديس ابو سيفين والقديس بسخالون اليني.